عشان امكانيات طلائع الجيش الدفاعيه السنه دي الناس احيانا ما بتاخدش بالها من النقطه كابتن، وانت وضحها لنا برضو انه احيانا المنظومه التكتيكيه الدفاعيه بتبقى اهم من الافراد كمان. طبعا الافراد محترمه ولاعيبه كبيره، بس مثلا راجل كارلوس كيروش ده لما كان بيدرب المنتخب نفس المدافعين دول لما بيلعبوا في فرقهم بيقدموا اداء مش جيد، بس الفكره ان انت بتعمل منظومه دفاعيه محترمه عشان يمشي تبقى اتنين مدافعين بس اتنين مساكين. شوف كريم، يعني انت الناس بتتهمني ان انا مدرب دفاعي. لا مش مدرب دفاعي، انا مدرب واقعي على قد امكانيات الفرقه اللي يعني انا قصدي اقول لك القماشه اللي قدامك هي اللي تخليك تنتهج الاسلوب اللي تخليك تنجح. انا ممكن يعني اعمل اسلوب اللي دايما ممتع في كره القدم الحديثه حاليا اسبوع كره القدم البرشلونيه زي ما كان برشلونه متفوق طبعا لكن اللي يحكم في الموضوع ده هو امكانيات اللاعبين. الحاجة التانية الهدف اللي انت جاي عليه، فاذا انت بتلعب على امكانيات اللاعبين تختار لهم الاسلوب اللي يناسبهم بشكل كويس واللي يحقق لك الهدف اللي انت عاوز تعمله. مفيش شك هنا المدرب بيتحكم عليه بالنتائج مش بالاداء. صح، نتائج النتائج بتاعتك جيدة، انت لسه طبعا في التقرير انا شايفه بتعدد الانجازات بتاعت موسيماني. صحيح، قد ايه في سنتين انجازات كتيره. صح، خاصه مع فريق بحجم النادي الاهلي. صح، مشارك في افريقيا دايما، حتى لو عندك تحفظات على الاداء او طريقه اللعب بس انجازاته هي اللي في مباريات كتيره جدا. في مباريات كتيره جدا صح اداره موسيماني ما كانتش مقنعه للشارع الاهلاوي بالذات. مظبوط، لكن في الاخر خد بطوله. هو المباراة الأخيرة مع الوداد إيه اللي فجر المشكلة؟ إن الأداء ما كانش مقنع والنتيجة كانت مواكبة للأداء اللي هي الخسارة بتاعت الفريق. لكن لو كسب لكن لو كسب كان الحديث العكس. صح، كان ده موسيماني ده رجل عظيم ده. صح، فهنا دي مشكلة كبيرة جدا إن المدرب يحاسب بحسب النتيجة فقط لا غير. طيب في نقطة يا كابتن طارق عايز أكلمك عنها وحضرتك خير حد ممكن يكلمني عنها، هو إيه الكرة الممتعة؟ يعني دايما يقول لك ايه احنا عايزين كره حلوه، طب وايه الكره الحادقه مثلا؟ يعني وفي حاجه اذا انا اسف انا اتكلم بالبلدي يعني، ما احنا بنحب الحلو وبنحب الحادق برضه، يعني ايه هو الحلو؟ يعني ايه تقدير الناس للكره الحلوه؟ ما انت دلوقتي انا اسف ان انا بطول، بس ما هو الاداء الدفاعي ده اداء حلو، الاداء التكتيكي المنظم ده اداء حلو. ما انا عاوز اقول لك يا كريم ان انت ما توصلش انك تدافع كفريق مثلا، لو انا اديك مثلا كفريق طلع الجيش هديك مثلا اكبر مثل لنواحي الدفاعية اللي قام بيها فريق كبير في نهائي العالم كله بيتفرج عليه، نهائي اوروبا اللي كان ريال مدريد ليفربول. فرقة ريال مدريد يعني حدث ولا حرج على مستوى النجوم وعلى مستوى الأداء التكتيكي. صح، وعلى اللي ماسكهم أنشيلوتي واخد مفيش بطولة ما خدهاش. صح، على مستوى العالم. صح، قمة الدوري الأسباني. صح، اكبر فرقه في العالم حققت بطولات على مستوى بطوله اوروبا. صحيح، وشوف ادائهم التنظيمي الدفاعي امام ليفربول واستدراج فريق ليفربول واستنزاف طاقتهم ثم التخطيط لخطف هدف المباراه. الكلام ده ما بيجيش بعشوائي، انك تعمل دفاع منظم بشكل جيد جدا وانك ازاي تقفل على مفاتيح فريق الخصم بشكل كبير جدا، ده بياخد منك طاقات كبيرة جدا ووقت كبير جدا عشان توصل للفريق أزا يونت ان هو بيقدر يتحرك واحدة واحدة. صحيح، من اول حارس المرمى لرأس الحربة وما تبقاش في خطوط بعيدة جدا متشابكة، احنا بنسميها الشبكة العنكبوتية. ان الشبكة بتاعت العنكبوت لما الفريسة بتقع في الشبكة ما بتطلعش خلاص خلص ما بتعرفش تستنزف. صح، هي دي اللي انت بتعمله بشكل كبير، ثم نجاحك انك ازاي تفرض اسلوبك واستراتيجيتك على فريق الخصم ثم تنفذ الهجمات المرتده السريعه في المساحات واستدراج الخصم عشان تفتح. هو اللي جواك مثلا الاسلوب الزون ديفنس عشان الهدف منه ايه؟ مش مجرد انك تتقوقع بس في المواقف الدفاعيه فقط لا غير، لا كمان لاستدراج الخصم لمناطقك وفتح مناطق ضعيفه في خط دفاعه او في ظهره واعتمادك على لاعبين معينين. انت شفت مثلا الهدف اللي احنا جبناه في الزمالك، يمكن ده هدف مكرر في مباراه الاهلي. الفرصه اللي راح بيها فيكتور يرجع بيها للاسف هي فرصه في هجمه مرتده قام بيها شيكا عدى من واحد في وجود خلل دفاعي في النادي الاهلي ثم انفراد فيكتور. لو ترجمها بعد ما رقص الشناوي بهدف كانت قمه في النجاح في استغلال الهجمات المرتده السريعه او الفاست اتاك. صح، نفس الجمله في نادي الزمالك
في الفتره اللي نادي الزمالك ابتدى يستدرج نستدرجه لعامل الوقت وان هو يندفع اكتر في النواحي الهجوميه عشان ما يبقاش الا اثنين مدافعين فقط لا غير امام اثنين مهاجمين. شوف تحرك سمير على الطرف عشان ياخد الونش يسحبه من منطقه دفاعاته، ثم تحرك فيكتور من القلب عشان يفتح المساحه، اسيست لعمرو سمير، ثم استثمار فيكتور. الكلام ده ما بيبقاش عشوائي، الكلام ده بيبقى متدرب عليه. فني عظيم لمباراتي الاهلي والزمالك. انا بقول الكلام ده ما تمش يعني في انت بتخلي بالك مش بتبقى اهداف صدفه يعني. ايوه انا قصدي او بناء الهجمات المرتده السريعه ديت ما بتبقاش عشوائيه. ايوه انت بتبقى ممرن الولاد عليها ثم تنفذها. يبقى التوفيق ان في فيكتور في النادي الاهلي ما وفقش صح ثلاث نقاط، ووفق في الزمالك صحيح ثلاث نقاط صحيح. لكن يبقى الشيء ايه؟ ان فاقد الشيء لا يعطيه. لو انت بتديش حاجه للولد في التدريبات وبتصمم عليها وبترسم سيناريو وتقول له لازم احنا هننفذها في المباراه ولازم نستدرج ولازم نفتح ثغرات ومين هنا هينفذ من هنا ومين هيطلع من هنا، الكلام ده كله بياخد منك وقت كبير جدا جدا. الشيء الجيد ان احنا خلال ثلاث شهور من العمل المتواصل بعد الفرقه في مكان الثلاث فرق الاخرى بتنافس على النزول ابتدينا نتسرب شويه بشويه 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 المناطق الدافئه. النهارده في المنطقه النهارده 32 بونت قريب جدا 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 للمنافسه على المربع الذهبي. ده شيء جيد، قمه النجاح، استيعاب الولاد يعني استيعاب الولاد بسريع، الكواليتي بتاعهم كويس جدا جدا جدا. الاداره عملت بوشنج معايا برضو في موضوع تحسين موضوع الدوافع المكافئات والحوافز لدى اللاعبين، لان ده برضو شيء مهم ان اللاعب لما يجيد يلاقي حافز. صحيح. وابتدينا نحط للولاد هدف تارجت معين، ابتدوا الولاد يصدقوا ان احنا ممكن ننافس على المربع الذهبي.